أصدرت وزارة المالية اليوم بيان الحساب الختامي للدولة لسنة المالية المنتهية في 31 مارس 2019، وذلك بعد عرضه على مجلس الوزراء وإحالته إلى مجلس الأمة في 28 من يوليو 2019 وفقا للمرسوم 182 للسنة 2019. وأظهر الحساب الختامي ارتفاع إيرادات الموازنة بنسبة 28.5% إلى 20.56 مليار دينار، فيما سجلت المصروفات ارتفاعا بنسبة 13.5% إلى 21.85 مليار دينار، وسجلت الموازنة انخفاضا في العجز بنسبة 31% إلى 3.35 مليار دينار، فيما ارتفعت الإيرادات غير النفطية 24%.